ولا حاجة. لا في ايه ده؟ خط استغاثة وانا بنفض ورق السجر مطرح ما هنام لقيت البتاع دون. ايه ده صحيح؟ ما تيجوا نفتح ونشوف. طب استنوا، لازم نفتح بحذر عشان ما نتعورش. ايه ده؟ حبل. انت بتعمل ايه؟ ايه ده هي؟ طب امال الحبل ده ليه؟ شد بس، شد معايا. يا نهار اسود، ده المكان ضلمة قوي، تفتكروا تحت فيه ايه؟ ما ننزل ونشوف. ننزل فين؟ ننزل هنا؟ ننزل ليه؟ عشان نعرف تحت فيه ايه. يا جماعة ما تواغوش قوي، ما يمكن في عقارب ولا تعابين، اول ما ننزل تطبقوا في رجلنا على طول. يا فخم انت يا ابو مخ منكوش، العقارب والتعابين هتسيب الخضرة والفسحة دي كلها وتنزل الحق ده وتعمل ايه؟ طب بلاش عقارب وتعابين، ما يمكن في اكل لحوم البشر ولا مستذئبين ولا فامبايرز ولا مصاصين دماء، اول ما ننزل يطبقوا في رقبتنا على طول. يعني كل دول قاعدين مع بعض تحت ومستنيين احنا؟ وبعدين فرج، الفامبايرز ومصاصين الدماء دول حاجه واحده. والمصحف؟ فامبايرز بالانجليزي مصاصين دماء بالجبنه. جبنه ايه؟ دماء يبقى بالكاتشب. والمصحف؟ هتنزلوا ولا مش هتنزلوا؟ لا لا انا مش نازل، انا مش نازل. تصحبكم السلامه، انزلوا انتوا احسن. ان شاء الله ما نزلت. يلا يا باسم يلا بينا.